في واحدة من المبادرات الاجتماعية المميزة، وظفت سناء جبارين الفنون والأشغال اليدوية لدعم مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة. أنا سناء جبارين من أم الفحم، معلمة فنون. كل الوقت في عند مجال الفنون بكل المجالات، يعني في حياكي، في عنا رسم، في كل في فن التحبير. هذا كثير أنا بالمدرسة بشتغل فيه مع الأولاد. أنا تورثت الفكرة الحياكي من أمي، وأنا بصف ثالث أخذت علمتنا. ما كانش عندي سياخ، روحت جبت من مواد البناء، دكانة مواد البناء، مسمارين 10، وبلشت أشتغل فيها. ومن أول مرة بصف ثالث عملت لفحة لونها ليلكي، متذكرة عملت لفحة من وقتها وأنا أشتغل. طبعاً هالشي الفكرة أجت من أمي. من ضمن المبادرات اللي أنا كنت فيها هي المبادرة إن أنا تحديت نفسي، عملت 100 تقية، كنت ناوية أعمل كداش بوقت أكل لمرضى السرطان قبل يجي البرد يعني. ففعلا الحمد لله المبادرة نجحت، إنه والتحدي نجح، إنه خلال 49 يوم قدرت أعمل 100 تقية لهاي الأطفال. المحفز اللي كثير حفزنا على الفكرة إنه أول إشي أكثر المرضى الأطفال من غزة، من منطقة غزة. يعني أنا كثير بعرف قصص مؤلمة جداً، عبال للولد الطفل أو البنت المريض أو المريضة يقدروا يشوفوا أم أو أبو يجوا عن طريق الحواجز، فبتغلبوا، يعني في احتمال يتوفى الطفل ومش شايف واحد من أهله. فالإشي كثير جانب كثير يعني مؤلم. التطوع هو شغلة إنسانية، إنك لما أنت تربي ابنك أو بنتك ربيه على حب التطوع للغير، مش مهم إن كان أي جنسية، أي دين، أي شعب. هي فكرة إنسانية ربنا خلقها فينا.